سمير ليه وقفت؟ ولو هذا سؤال بينسأل يا رفيق أم سمير؟ ما شايف الإشارة خضراء؟ إيه ما لها السبب عم لك ليه وقفت مشي؟ ما سمع الزمير ورانا؟ ويزمره! نحن ما بنمشي على اللون الأخضر أبداً! شو بدك يعني؟ امشي على لون حركة أمل والأستاذ نبيه؟ لا يا عمي ما عم قلك هيك، بس أنه إذا ضليتك واقف حيجوا العالم يدقونا قتلة، يدقونا قتلة ويقبرونا! نحن منموت، نحن مننجرح وما بنمشي غير على لوننا نحن! أنا ما بمشي غير على لوني! لون الأبيض! لون الأرز! لون التلج وأرز لبنان! فهم صارت أورانج، هلا أجواء حمراء وعود نطور زيادة فجر! أنا بدي أوقف على الأورانج! أنا بدي أوقف على الأحمر! ولك فجر! شو بدك تعمل؟ أم زميرو! الله يسامحك يا أبو سمير، ضليتك لجبتها على مطرح في أكتر شغل دايما تحبهم بالدنيا، الحكمة والبياض كله أبيض بأبيض، انبسط بهالنعمة عيش. أخ قلتلك إنه أنا ما بمشي إلا على الأبيض. عم تمشي إلا على الأبيض؟ ما المصيبة إنه ما بعرف إذا بعد في حدا منا رح يقدر يمشي. زدنا نازلنا سلاحات العدوان.